and not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the Holy Son of God. And this is the gospel of the Lord. بولس الرسول، وهناك شخصيات عديدة.
رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الرابع، ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. يتكلم القديس بولس عن أواني خزفية، يعني فخار قابلة للكسر. هذه الأواني يعطيها لنا القديس بولس تتمثل أو كناية على الإنسان. يقول إن في هذه الأواني الخزفية الفخارية فيها كنز. كيف نستطيع اليوم أن نفهم هذه الآية أن يوضع كنز ثمين في أوان خزفية أو فخارية قابلة للكسر كقابلة للانتهاء؟ لماذا يوضع الكنز في هذه الأوان؟ ويكمل ويقول ليكون فضل القوة لله لا منا. الأواني الخزفية أي الفخارية تعني أجسادنا، تعني نحن البشر، نحن الأفراد الأشخاص، نحن الأواني الفخارية. يعني طبيعتنا قد تكون هشة ضعيفة قابلة للكسر والإحباط. ما هذا الكنز الذي يكون فينا؟ كلمة الرب، فكلمة الرب تكون فينا في أجسادنا نحن الأواني الفخارية الضعيفة. لماذا؟ لأنه أراد الرب أن يقول قوة الإنسان في كلمته من خلال الله وليس من ذاته. لذلك نحن بمجرد عن الله نحن لا شيء، نستطيع القول كما قال القديس بولس أواني خزفية قابلة للكسر. ولكن ما يعطي قيمة لهذه الأواني الخزفية كلمة الله التي في داخلنا، شريعة الرب التي نحفظها في داخلنا ونتبعها. لذلك بسبب كلمة الرب التي في داخلنا يكون الفضل والقوة لله لا منا. إذا كنا أقوياء علينا أن نفهم أن هذه النعمة من الله وليست نعمة من زوافنا. من هذه الآية سأبحر معكم في هذا الموضوع، هل الإنسان قوة أم ضعف؟ إذا أراد شخص ما صاحب مصنع أو إدارة أو عمل أو بزنس، أراد أشخاص يعملون معه، يقدم كثيرا من الأشخاص له الرسمين أو السيفي بتاعهم الخاص بهم، وكل شخص بيحاول أن يقدم أفضل ما عنده من خبرات ويكون شهادات، أي استعراض لمجال القوة التي فيها هذا الشخص الذي يريد أن يقبل على وظيفة. يفكر صاحب العمل كل هذه الطلبات والتقديمات ويختار أفضل أشخاص للذين تقدموا لهذا العمل. هذه صورة بشرية، ولكن بالنسبة للرب لم يطلب مننا رزمية، لم يطلب مننا مؤهلاتنا الاجتماعية، بل يطلب أفضل ما فينا قلوبنا. لذلك قلوبنا الهشة، أجسادنا الضعيفة،
ينظر إلى الداخل عندما اختير داود، عندما اختير شاول، كان صموئيل يبحث عن شخص قوي البنية، ولكن الرب قال له إنني أنظر للداخل، لم ينظر الرب إلى الخارج. وبالتالي علينا نحن أيضا أن نتحلى بهذه الصفات الإلهية. عندما نتعامل مع الأشخاص لا نتعامل مع ضعفهم، بل نتعامل مع القوة التي فيهم من الله، لأنها ستعطيهم نعمة خاصة. لذلك الله يستطيع أن يستخدمنا كأواني خزفية. ومرات تكون هذه الأواني الخزفية فارغة، فاضية، قابلة للكسر، ومرات تكون محبطين ومنكسرين أيضا. لذلك الرب مع ضعفنا يتعامل ويتفاعل ويعطي لنا قيمة. مثلا بولس الرسول من الشخصيات الكتابية التي تمتعت بضعف بشري، ومع ذلك أصبح رسول الأمم والمفكر اللاهوتي الكبير الذي نستقي من علمه ولاهوته وتقواه حتى يومنا هذا نتعلم منه. بولس الرسول يعطي لنا في رسالته إلى أهل كورنثوس الثاني في الإصحاح 12 مثال عن شخصيته، يتكلم عن شخصه، يقول لنا إنه يعلم شخص اختطف إلى السماوات ولم يذكر اسمه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه أواني خزفية فارغة ضعيفة قابلة للكسر. فيقول فإني إن أردت أن أفتخر أنا حابب أتباهى بنفسي لا أكون قويا، لأن أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. عايز أقول أنا مش ممكن أفتخر بنفسي لأني سأصبح شخص نبي، لربما الناس تعتقد في أكثر مما أنا فيه. في آية 7 يقول ولئلا أنتفع بفرط الإعلانات أعمل دعاية على نفسي. هنا حيدينا وصف لشخصيته وضمير جدا. أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان يلطمني لئلا أنتفع. تميز بولس الرسول بأنه كان عنده شوكة في الجسد. ما هي؟ لا نعلمها. مرض، شيء ما، ولكن شيء ما يزعجه، يجعل من بولس شخص ضعيف، يعلن انه لا افتخار لنفسه، بل هو ضعيف، تمتع بألم في جسد الشوكة في الجسد، ظل معه طول بحياته. يقول حتى لا أتباهى بنفسي، دائما أعرف أن في داخلي ضعف أو نقص أو صعوبة. إذا ربما الألم والمشاكل الشخصية تبعنا نعرف دائما أننا ضعفاء. لا نتباهى بالضعف، ولا نكتر بالضعف، ولا نتحلى بالضعف وكأنه سمة لذيذة. لا نتلذذ بالألم ولا نتلذذ بالضعف، ولكن الألم يعطينا أننا غير كاملين، أن ندرك أننا محدودين. من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني، ثلاث مرات صلى
عني هذا الألم، لأنني شخص ضعيف مش محتاج الألم، عايز قوة، ساعدني أن أتخلص من هذا الضعف. ثلاث مرات، ولكنه النتيجة لم يفارق هذا الألم، لم تفارق هذه الشوكة، لم يستجب الرب لصلاة بولس ونزع عنه شوكة الألم. هذه الشوكة التي أعطت لبولس قيمة. يسوع أيضا في بستان الزيتون صلى مرات عديدة وطلب من أبيه أن ينزع عنه كأس الألم، لكن الآن لم يستجب. في مرات عندما الله لا يستجيب يكون لخيرنا. أنا وأنتم جميعا نريد أن الرب يستجيب في الآن وحالا وفورا، ولكننا لا نعلم أهداف الرب. لم ينزع الرب شوكة بولس، ولذلك تعلم هذا الدرس فقال: فقال لي تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمن. بولس تعلم أن مع هذا الضعف قوة الله تكمل وتسطل شخصية بولس. اكتشف من هذه الشوكة أن الله يتعامل مع بولس أكثر ومجد بولس أكثر. لذلك مرات الضعف الذي يكون فينا، الآلام التي نكترها ونعيشها يوميا ونتألم منها، مرات تكون سمة إلهية تعطينا أن نتقرب إلى الرب أكثر. نكمل بولس الرسول: فبكل سرور أفتخر بالحليف ضعفاتي. لأول مرة نجد شخص في التاريخ يفتخر بضعفه. دائما نفتخر بمالنا، بصحتنا، بإمكانياتنا، بعقلنا، حتى ولو بحاجات كثيرة، بمكان أو ما أصبحنا بشهاداتنا. لكن بولس لم يفتخر بالعلم الذي عنده، بل افتخر بضعفه، لأنه فهم من خلال الضعف قوة الله. يعني افتخار الضعف هو افتخار بالله. لكي تحل علي قوة المسيح، عندما يفتخر بولس بضعفه يكتشف أن قوة الروح القدس، قوة الله، قوة المسيح تحل عليه. لذلك له أن نفهم أن الآلام والضعف قد يعطينا تقرب الله، والله يعمل فينا أكثر، وتظهر قوة الله كما ظهرت مع الأعمى من زمردده، كما ظهرت مع أيوب، كما ظهرت اليوم مع بولس. يكمل: لأني حينما أنا ضعيف يسمونه لوحة الشرف. عارفين لما بندخل في مبنى يكون
الصيام. وما سأقول أيضا لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عنه، محتاج وقت كبير جدا لو حبيت أتكلم عن الشخصية دي. جدعون، براق، شمشون، يفتاح، داوود، صميم، وأنبياء. لو كمل بولس وحاضر النهارده كان هيكمل بشخصيات من العهد الجديد أيضا، ويكمل لنا هذه لوحة الشرف اللي فيها شخصيات عديدة. هذه الشخصيات موجودة في سفر القضاة، وسفر القضاة لفظ نفهم منه كلمة أن كل الأشخاص الموجودين فيه هم عينوا قضاة. قريب من أذننا وأذهاننا كلمة القاضي إنه الحاكم، يعني محكمة، يعني هيحكم على شخص بالصواب أو بالصحيح، سيعاقب. لكن القضاء في هذا الوقت لم يكون قضاء كما نحن اليوم في مجتمعنا في محاكم. قضاء كان معناه مخلصين. القاضي في سفر القضاء لم يعنى أنه قاضي محكمة، بل كأنه شخص مخلص. اختار الرب شخصيات في العهد القديم أن يخلصوا شعبه، أن يخلصوا شعبه من الدول المجاورة، البلدان المجاورة، الأشخاص المجاورين، من ثقافات الآخرين، من وثنية الآخرين، من عبادات وديانات الآخرين. فاختار لنا براق وشمشون ويفتاح وداوود وصميل ولمياء. ماذا يميز هؤلاء وليس الخص؟ في تكملة في عبرانيين يقول: تقروا من ضعف صاروا أشداء. إذا سماتهم مش لأنهم أشخاص أقوياء في ذاتهم، بل تقوى من الضعف. لذيذ هذا النص، يكمل ما قاله بولس الرسول: قوتي في الضعف تكمن. بسبب ضعفهم اصبحوا شخصيات مهمه، كتبوا في رساله العبرانيين كلوحه شرف، شخصيات بارزه. لم يتكلم عن انهم مهمين في ذاتهم، بل يعطينا بسبب انهم كانوا ضعفاء كانوا مهمين. صاروا أشداء في الحرب، هزموا الجيوش الغرباء، لأنهم أصبحوا مخلصين، مخلصين. استدعاهم الرب، دعاهم الرب أن يكون لهم رسالة. لم يختار الرب الأقوياء في هذا الوقت، بل اختار الضعفاء، كما اختار أيضا في العهد الجديد الضعفاء الرسل والتلاميذ، كما يختار حتى يومنا هذا شخصيات ضعيفة، كلنا ضعفاء الخدمة. لذلك حتى مع حضراتكم سريعا لشخصية يدعون وشمشون، لم نستطيع أن نتكلم عن كل هؤلاء. شخصيتين عكس بعض تماما، يدعون وشمشون. يدعون شخص ضعيف، فقير جدا، شخصيته بين أسرته الصديق، المذلة بين عشيرته، وعشيرته أيضا هي الضعيفة في المجتمع. يعني نستطيع القول شخص نكرة لم نسمع عنه من قبل. يدعون فواته يقول لما ظهر له ملاك الرب يا جبار البأس، يلتفت حوله يدعون يدور، وكان مندهش بيدعى على حد غيره، يكتشف انه ما فيش غيره. بيقول له يا جبار الباس، يقول انا؟ يقول له اه. انا اللي ضعيف؟ يقول له اه. يعني يا قوي، انا اللي قوي؟ فبيقول له ده انا الضعيف والمذله بين عشيرتي. يبقى الشخصيه الاولى نكره تماما،
شمشون اختاروا الرب قبل أن يولد، أعطاه نعم كثيرة، ولكن شمشون اعتقد بأن قوتي في ذاتي، في شخص، في بنيتي. الرب أعطى له بنية جسدية قوية، وأعطى له قوتي في شعري، لكن شمشون لم يفهم أن النعمة الموجودة في داخله من الرب ليست من ذاته. شمشون اختار الرب أن يخلص في شعبه، ولكن كل تاريخ شمشون حتى اللحظات الأخيرة قبل موته اعتمد على جسده، وفي كل المرات كان متهور، مندفع، يريد أن يظهر ذاته، مغرور، بطولات، كان نزيرا. كل ما هو من صفات النزير فعل عكسها شمشون، لم يتبع طرق الرب فيه ولا حاجة من شروط النزير، بل خيب أمل أهله، وراح يتجوز الفلسطينيين من شعب عكس شعبه. ولكن الرب حتى من خيبة شمشون ومن أخطائه استعملوا في هذا الضعف، استخدم الرب شمشون من خلال ضعفه، ولم يستعمله من خلال قوته. قصة شمشون كبيرة أيضا تستطيع العودة لها، عملت عنها 3 أعذار من قبل في سفر القضاة. شخصية جدعون الضعيفة اللي بتعترف أنها نكرة، وشخصية شمشون القوية جسديا وتعتقد أنها كانت قوته، إلى أن بسبب غروره وأخطائه سقط في المرة الأخيرة بسبب حبه للنساء. وقصة دليلا شعبه فقد قوته التي أعطاها له الرب. عندما فقد قوته التي أعطاها له الرب تعلم الدرس شمشون، واكتشف بأن هذه القوة من عند الرب وليس من ذاته. بدأ يرجع للرب، وكأنه يقول مع بولس الرسول: قوتي في الضعف تكبر. عايز يقول شمشون في الآخر: أنا فهمت إن كانت قوتي من ذاتي في غروري، لكن أنا عايزك يا رب تسلمني. شمشون عمل بطولات كثيرة، ولكن كأنه لم يصلي بها الرب، لأن كانت من أفكاره. وعندما سقط وقص شعره وفقد عينيه وأصبح ضعيف، عارف أنه فارقته قوته، فارقته نعمة الرب، فارقته روح الرب. صلى عندما هبط شمشون في المعبد. في سفر القضاة إصحاح 16 يقول لنا في آية 28: فدعا شمشون الرب وقال، لما عرف انه فشل شمشون قوته: يا سيدي الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المرة. يصلي شمشون تقريبا المرة الوحيدة اللي صلى فيها شمشون لما عرف انه ضعيف. وجميعا عندما نكتسب ضعف ونصر، عندما نختبر القوة لا نصلي: يشددني يا الله، قويني يا رب المرة دي بس، فانتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين، عن عيني. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان في البيت قائما على المحافين. في الزمان كانت ضعيفة، وحتى لهذه اللحظة دائما البيت يبقى قوي من خلال الأعمدة التي تحمل. شمشون كان مربوط بين عمودين، وصلى للرب يديله القوة. عمل إيه شمشون لما عرف إنه ضعيف واعتمد على قوة الرب وليس على قوته؟ قص شعر فأعنيه، والمرة دي صلى. ولما صلى وقال شمشون: لتمت نفسي مع الفلسطينيين، خلاص أنا مستعد للموت، اعترف إن هو ملوش لازمة وحيموت مع الفلسطينيين،
وانحنى بقوة، فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه. لا بداية حلوة جدا من أروع الآيات في قصة جمجمة وهي الخلاصة. فكان الموت الذين أماتوا في موته أكثر من الذين أماتوا في حياتهم، يعني اللي موتهم شمشون لما كان ضعيف ومات معه اكثر بكثير من اللي موتهم لما كان حي معتمد على قوته. معقوله يخلي شمشون يتحلى بالقوه وهو ميت وهو بيموت بيهدم المعبد كله ويموت اكثر من موتهم حي، لان هو حي كان معتمد على جسده وقوته البدنيه. ولكن هنا لما صلى اعطاه الرب ان يكون شخص مخلص. لذلك المفاجاه تكون ان الله اختار كل القاده والدعوات في الكتاب المقدس حتى يومنا هذا دعوات غير مؤهله، ضعيفه، مفارقه غريبه. الله يختار اشخاص ضعفاء فقط. اختار قادة غير مؤهلين. عشان كده مرات علينا ان نفهم قادة ومسؤولين اختيارات الله غير اختياراتنا. ده في كل اماكن الرسالة دائما المسؤولين عايزين افضل ما يمكن دائما، حتى في السيناريو وغيره عايزين دعوات فولاذية بيرفكت، حاجة عظيمة مثالية. لكن الله بيقول لهم دايما ربما اختياراتكم تكون فاشلة لأنكم بتنظروا للخارج. زي إسماعيل لما راح يدور بعد ما ليه شاول سيء اختاروا شكل جسد وبنيته الضخمة، فقال رب أنا أنظر للداخل ولا أنظر للخارج. نحن كبشر كخدام كمسؤولين ككاهنة وكقادة نختار بالشكل الخارجي، لكن الله بيعرف ما في الداخل. من يعترف بضعف وقوته الله يستعمله. لذلك النهارده استطيع القول بان هذا الدرس لمسؤولين الدعوات، اختاروا بعين الله لا تختاروا لزكاكم الخاص واعتقاداتكم الشخصيه وكانه عندكم مقاييس للاختيار. اغلب الاشخاص اللي ربما رفضوا في الكنيسه كانوا افضل بكثير من اللي احنا موجودين. افضل الاشخاص القاده الغير مؤهلين الله اختارهم اكثر من الاشخاص الذين اختياراتهم الايدي البشريه ونظراتهم. لذلك لو ندرس كل الدعوات كل القاده في الكتاب المقدس نستطيع القول ونؤكد حقيقه واحده ان كلهم ضعفاء ولكن اصبح اقوياء بنعمه الله لما نحن ضعفاء. عشان كده الكنيسه مرات بتفشل لانها لم تنصر الخارج. ودعوة لينا النهارده ان نقبل ضعفاء، لان ربما ينكس في داخلهم الرب اكثر من الذين كانوا ضعيفين. عشان كده حاولوا مع حضراتكم ضعفاء كان عندهم مقولة واحدة، أنا ما أقدرش أعمل ده. في كل الدعوات اللي دعاها الرب كل شخص منهم جاوب الرب بيه، قال له أنا البطل، أنا شاطر، اديني الرسالة دي. أو ذهب الرب وطلب منه إحنا أقوياء ادينا يا رب الدعوة دي إطلاقا. بل كل الأشخاص اللي دعاهم الرب كانوا يقولون يا ناس كانوا بيهربوا من الرب مفارقه، لان عارفين انهم ضعف، ومع ذلك اصر الرب ان يستخدمهم ويجعلهم مخلصين للعالم. سريعا ابراهيم لما دعاه كان شخص عجوز كبير في السن، انتهى دوره وقال له ستصبح اب لأمة كبيرة. جاي تختار دلوقتي يا رب ما اخترتنيش وأنا شاب، جاي تختار
يسميه إبراهيم يعني تعريف اسم أب لجمهور كبير يعني أمة كبيرة، وكان هو مراته مش بيجيبه حتى اسمع على غير ما يسمى، غير اسمه من إبراهيم إلى إبراهيم، أعطاه الصفة واقعية ما كانتش موجودة. أب لجمهور كبير، فين الجمهور الكبير؟ فين اللي من الناس دي يا رب؟ ده أنا ومراتي وبنتنا ومراتي مش هتيجي. ترى الله خاطرونا، أنا ما أقدرش يا رب. لا هتقدر. حتى لما وعدوا وأرسل ثلاث ملائكة لهم السادسه النهارده في الطقس اللاتيني لترى لحضراتكم إسماعيل السادس. النهارده أحد السادس في الكنيسة اللاتينية نصل لنا على ما سمعتم قبل الأزمة. أرسل ثلاث ملائكة كهما صورة الله الآب والابن والروح القدس إلى إبراهيم ويقولوا زي الأيام دي يا إبراهيم هيكون عندك تيجي سارة من الخيمة من بره صارت وتضحك سارة كأنها تدرع على الثلاث رجال اللي رايحين، أنا عجزت خلاص ضاعت علي. يقولوا له مراتك بتضحك لي يا سارة، أنا ما بضحكش. القصة لازم وفي هذا الوقت السنة الجاية يكون عندك ابن. وفعلا إبراهيم يصبح له ابن بالرغم إنه ما يقدرش بشريا، ما كانش ينفع، إلهيا ينفع. موسى لما اختاروا قصته من البداية بوكس إنه كان المفروض يموت وترمى في المية. موسى لما كبر والله دعاه يقول له روح لفرعون، اذهب لفرعون وكلمه يقول له انا ده انا بتبتل ثقيل اللسان. الدعوه الثانيه قال الاخوة حليم ابراهيم مسن شيخ عجوز، موسى ثقيل اللسان يعني بتبتل ما يعرفش كلمتين على بعض، غير فصيح في الخطابه ضعيف جدا، ويقول له روح قدام الملك أنا أقدر أكلمه، أنا مش عارف أجمع كلمتين يا رب على بعضهم. قال للأولين شخصية ثانية يعقوب اللي كان مخادع ولئيم وخبيث، يختار الرب مش بس يختار بس كده، الرب يصبح من يعقوب أولاد 12 ولد اللي هم أصبحوا الأسباط يعني العشائر يعني القبائل اللي جه منهم المخلص. تختار شخص يا رب لئيم؟ ايوه، ولكن في الاخر هذا اللئيم هذا المخادع صار مع ربه وتعلم الدرس وعرف انه ضعيف وخد النعمه، اصبح عنده رساله ورساله كانت حلوه من الشخصيات اللذيذه جدا في العالم الدنيا. يوسف الصغير في السن اللي كان مرمي في بير يصبح الوزير الأول في الشخصية المصرية وشخص غريب ليس من مجتمع المصريين وليس من الجنسية الأصيلة المصرية، ليس من الفرعون وليس من بلاط الملك، يصبح مهندس عظيم ويدير إدارة المصريين كما أصبح موسى من قبل مهندس عظيم. يوسف الصغير ينقذ البشرية كلها من المجاعة، شعبه وأهله والمصريين أيضا. إيليا الشخصية الكتابية العزيزة دايما بائس مكتئب لدرجة إنه تمنى الموت، أنا ما أقدرش يا رب انت بتديني رساله انا اقدر اواجه الشخصيات دي انبياء البعد والملك. ايوه انت ايليا هتقدر تواجه كل شخص من دون قال ما اقدرش، الله انا تقدر قوتي معك. عشان كده عندنا شخصيه تاني اكملهم، بطرس العهد الجديد مندفع. بطرس كان عامل جدع واختبوه لما قبض على يسوع قطع اذن العسكري اللي كان موجود،
يسوع قال له لا يا بطرس لا تستعمل قوتك، استعمل قوتي اللي هيشتغل بالسيف هيتاخد بالسيف. امتى بطرس اتعلم الدرس؟ لما انكر المسيح 3 مرات. قال له يا بطرس هتنكرني انا؟ مش ممكن. لما صاح دي 3 مرات اكتشف انه بطرس ضعيف وبكى وحزن. لما حزن بطرس الله اختار له يا بطرس على هذه الصخره سابني كنيستي. بطرس المندفع لكون اول رسول يستلم الرساله. توما الشكاك اللي شك في قيامة يسوع يصبح من المبشرين المؤمنين جدا في الكنيسة ويؤسس الكنيسة في الهند. ده احنا لغاية النهاردة ما عارفينش نروح لفين، نعمل تبشير في العصر اللي احنا فيه كنيسنا مش عارف تفتح فين. انا ما بلاش كيف توما في الوقت بتاعه ده قدر ان يؤسس في الهند. كل هؤلاء كانوا غير مؤهلين، وبولس اللي بدينا به اليوم عظتنا هو انه كان شوكه في الجسد غير مؤهل ان يصبح قائد. اذا قوتي في الضعف تكمن لان الرب يقول لما الانسان يعترف بضعفه الله يكمله. وناتي بهذه الايه تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمن. ركز في قوة الرب اللي بداخلك ولا تركز في القوة التي تعتقد في ذاتك من ذاتك. عشان كده في كلمات لذيذة جدا أنهي بها لترنيمة مهمة جدا تقول ربي أنا وركة بيضاء ارسم عليها كل ما تشاء. يا رب أنا ورقة صفحة بيضاء فاضية جدا، أنا
علينا